عايز اقول لك وانا بقلب كده في ارشيفك لقيتك مره حكيت وقع جواب انت بعته للكابتن محمود الخطيب يا تقريبا وانت طفل. صحيح، وانا في ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي ايه القصه دي بقى؟ لانه صح. انا ملاحظ ان الكابتن محمود الخطيب في مسارك انت، لانه احنا فجاه غاب عننا ايمن شوقي فتره الى ان جت انتخابات الاهلي الاخيره. مظبوط. ايمن شوقي رجع من امريكا. مظبوط. وبرضو مزبوط. علشان مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب. صحيح. خلينا الاول في الجواب بتاع ثالثه اعدادي، ايه ده بقى؟ انا زمان يعني كنت بحب قوي كابتن محمود الخطيب بطريقه جنونيه. وكنت بحب كابتن حسن شحاته من الزمالك. اختيار موفق والله. والله بكلم جد. طبعا. فمن وانا صغير. فانا في ثالثه اعدادي انا كنت عايز العب بقى كوره. فانا فكرت قلت طب العب كوره. طيب جات لي فكره، كان الشباب بيبعت جوابات للنجوم. اها. فجات لي فكره ان انا ابعت للكابتن محمود الخطيب، انا فاكر بقى ان هو هيقرا يعني الجواب. فرحت بعت له جواب، انا كذا كذا كذا، عندي كذا سنه، والدي كان كذا، وخالي كذا، وخالي التاني بيلعب في التاني، وانا بلعب كوره كويس، واتمنى ان انا العب في النادي الاهلي. اها. فيا ريت تساعدني. كويس. وبعت الجواب. فانا متخيل ان هو هيقرا. طبعا بعد كده عرفت ان مفيش حاجه بتتقري يعني. فانا بعت الجواب ده ثالثه، وانا في ثالثه اعدادي. 11 سنه كان عندك؟ كان عندي 11 سنه. ما كملتش 11 سنه. لا كنت في، لا ده سته ابتدائي. كنت في، لا عديت، كنت 73، كنت في سته ابتدائي. كنت في سته ابتدائي. دي في صوره واحده مع الكابتن الخطيب بعد الحلم ثالثه اعدادي. بص. فالمهم انا بعت وفضلت مستني، فما فيش حاجه. ولكن يشاء ربنا ان انا بعديها ب 11 سنه تلعب معاه، ازامل الكابتن محمود الخطيب في الملعب. لعبت معاه جاورته ولا كنت لا لعبت معاه، لعبت معاه كذا ماتش يعني. انا لعبت مع الكابتن خطيب يمكن 3 سنين. من 84 ل 87، وزملت الكابتن خطيب في الملعب كتير. وهو اوقات كتير جدا حتى بقول لحضرتك لما كنت انا بلعب مكانه كان بيقول لي اعمل ايه. وانا علاقتي بالكابتن خطيب استمرت بعد كده حتى لما سبت النادي. انت نزلت مكانه في ماتش الهلال اخر ماتش للكابتن الخطيب؟ لا ده هو نزل مكانه. هو اللي نزل مكانه. هو اللي فنش. بالظبط، هو اللي فنش، هو اللي داخل يجري كده. ايوه. يعني هو في الجول الاولاني اللي انا جبته، الجول الثاني اللي انا جبته، ايوه، الجول الاولاني اللي جابه الثعلب. ايوه. مش حسام حسن. في الثعلب. ايوه. عشان ازاي يطلع تهرب من دي. حسام حسن. ما تديش نفسك مشاكل. ثعلب لاعب الثعلب. حسام حسن. الثعلب حسام حسن. فانا جبت الجول الثاني، فالكابتن الخطيب جري على الخط. وكان مبسوط جدا والفرحه كانه هو اللي جاب الجول. دي اللقطه دي اهو، انت جاي برضو بالاحتفاليه بتاعتك. دي وكابتن هي دي، ده الجول الثاني. ايوه ايوه مظبوط. اهو ده الكابتن رايح لك. ايوه مظبوط. وهو اللي بعد كده نزل مكاني. وبعدين قال لي بعد الماتش، يا ولد مش لو انت كنت في الملعب كنت جبت لك جول ولا جولين من اللي اديتهم دولت لحسام. قلت له مش انت اللي مطلعني؟ يعني انت مطلعني ولقيت جنب حسام وجاي تقول لي كده؟ وانا اتاخرت وانا قلت حاجه. ده كان اخر ماتش للكابتن الخطيب. فهو اللي عايز اقوله ان انا سنه 73 لما كتبت الجواب للكابتن الخطيب كنت حاسس ان انا ممكن العب في نادي كبير.